حضرتك النهارده اديتي صوت اديتي صوتك على التعديلات؟ ايوه. قلتي ايه حضرتك التصويت؟ مش هقول. طبعا يعني لازم تكمله الحاجات ولازم تكمله المشاريع ولازم الحمد لله شايفين تطور كويس، شايفين كده بنشد الحزام بنتعب شويه من كده، لكن في الاخر خالص انا متفائله خير من دي وانا متفائله خير ان شاء الله باذن الله هتبقى. تقولي للشعب المصري تحيا مصر. اقول للشعب المصري تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. زي ما انت بقى.